لكن بالنسبة للحديث الضعيف هل يعمل به؟ نعم الحديث الضعيف أقسام أن حسن جيد الإسناد يعمل له إنسان ضعيف مرة فلا يعمل ضعيف مرة اللي فيه إسناد كذاب أو إسناد سيء جدا أو منقطع إسناد لا يعمل حديث يقول غريب. أما ما يفعل بعض الناس إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله هذا ما له ما ورد.